والحكمة أفضل من العلم. العلم درجة أعلى منه الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قالوا: الحكمة هي دقة الفهم. وقيل: الحكمة هي سياسة العلم. الحكمة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، ومتى تسالم ومتى تحارب، ومتى توالي ومتى تقف ومتى تسير. هذا كله بمقتضى الحكمة. وفي بعض السياقات تأتي الحكمة بمعنى السنة، إذ إن الناظر في السنة بقلبه يوفقه الله تعالى إلى الحكمة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وماذا؟ والحكمة. فتأويل أهل العلم أن الحكمة هنا هي ماذا؟ هي السنة. طب لماذا كان الناظر في السنة هذا النظر يوصله إلى الحكمة؟ لأنه ينظر أحوال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيتعلم الحكمة من السنة، فيتعلم الحكمة من السنة. الحكمة في القول، والحكمة في الفعل، والحكمة في السلوك، والحكمة في التعامل. هذا كله يتعلمه من ماذا؟ من السنة. ولذلك الذي يتعلم السنة ولا يصل إلى الحكمة فلم يتعلم شيئا، فلم يتعلم شيء بالضبط. زي واحد أخذ 6 سنين في الطب، وسنة امتياز وسنتين تكليف ودبلوم وشغلانة وحدوتة، بقاله 50,000 سنة في الطب، ونقول له تعالى ادي الواحد حقنة، يقول ما بعرفش. طب قيس له ضغط، ما عرفش. طب فعيل صغير عايزين نطهره، ما عرفش. طب انت بتعرف ايه؟ يعرف بس ايه؟ الشهادات الصحية يمضي عليها بس، شهادات الوفاة والميلاد والحاجات دي يمضي الحاجات دي بس. إذن هو لم يتعلم شيئا. كذلك الذي يقرأ في السنة ولكن لا يصل بهذه القراءة وهذه الدراسة إذ الحكمة، سبحان الله، فإنه ينادي على نفسه بالحمق ولم يستفد شيئا.